من جديد وجدت التحية بيك يا كابتن أسامة وبضيوفك الكرام كباتن مصر الكابتن عادل طعيمة والكابتن محمد حشيش وبكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأهلي على فريق بتروجيت ب3 أهداف وتحقيق النادي الأهلي الفوز الثاني على التوالي في بطولة الجمهورية لمواليد 2003، ظهور النهاردة كان ظهور مختلف وحبي ان هو يعني في اول لقاء ليه رسمي مع النادي الأهلي وبعد نزوله ب10 دقائق يحرز هدف مختلف. كريم الدبيس واحد من النجوم اللي دايما بنراهن عليها، نجم منتخب مصر الشباب والمنتخب الاولمبي ولاعب الاهلي المنضم حديثا. كريم برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيات الكابتن اسامه حسني، كابتن عادل طعيمه، كابتن محمد حشيش. النهارده ظهور مختلف وجون مختلف يا كريم، خلينا نبارك لك على ادائك وعلى الهدف النهارده. طبعا اهلا وسهلا يا رؤى، وبمسي طبعا على كل الكباتن وكابتن اسامه والموجودين معاه في الاستوديو. طبعا الحمد لله على الهدف والحمد لله على اول ماتش ليا مع النادي، وانا كان ده من زمان كان نفسي اجي هنا النادي طبعا، وانت كنت عارف وكنت معايا لحظه بلحظه. بس فالحمد لله النهارده كابتن شرف نزل واداني الثقه واللعيبه كلها ادتني الثقه، وكنا بنلعب الحمد لله ونزلت الحمد لله اديت وعملت اللي عليا والله. كريم انا عارف ان حلم ارتداء قميص النادي الاهلي حلم من سنين طويله، النهارده بتحقق حلمك، بتبقى موجود جوه النادي الاهلي بهدف اعتقد يعني بيقرب المسافات ما بينك وما بين جماهير النادي الاهلي اللي دايما بتران عليك. الحمد لله النهارده يعني انا النهارده كان اول ماتش ليا، فانا كنت متحمس من قبلها، كنت متحمس ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي وفي اول مباراه ان انا اعمل حاجه مختلفه، فالحمد لله ربنا قدرني على فعل هذا الهدف الحمد لله. كان مهم النهارده ان في اول ظهور ليك ان قناه النادي الاهلي النهارده بتعمل يعني امر مهم جدا ومميز، ان دايما بننقل اللقاءات الناشئين على الهواء. اعتقد ان النهارده الظروف بتخدمك ان الجماهير بتشوف كريم على ارض الواقع مع النادي الاهلي وبهدف، النهارده الجميع اشاد بهذا الهدف. كابتن عادل طعمه كان بيتكلم، كابتن محمد حشيش اشادوا بالهدف النهارده كريم. طبعا بشكر كابتن عادل وكابتن محمد حشيش، الحمد لله وربنا رايد كده، وده حظوظ وانا حظي ان انا النهارده الماتش يتنقل عشان الناس تشوفني، وان الناس كتير ما في ناس كتير جدا ما كانتش تعرفني. بس فالنهارده من قناه النادي الاهلي يعني الحمد لله اديت ولعبت والناس عرفتني، والهدف ده قرب كتير جدا ليا من الجمهور ان شاء الله. كريم اللي جاي ان شاء الله احسن ان شاء الله. كريم انا عارف ان انت وقت قصير اتمرنت فيه مع الفريق، لكن كان في ثقه النهارده من الكابتن محمد شرف فيك في عبد الرحمن رشدان. النهارده يعني انا اتمرنت 5 أو 6 تمرينات بس، والنهارده الماتش كابتن شرف دخلني مع الفرقه، والفرقه يعني معظمها اصحابنا كده كده من قبل من بره النادي، فهي الثقه كانت مقربه جدا من بعض، والحمد لله حاولنا ننسجم بسرعه جدا، وكابتن شرف وكابتن رؤوف دخلونا جدا مع الفرقه انا ورشدان، والحمد لله ادينا طلعنا بشكل كويس وبصوره كويسه جدا قدام الناس. كابتن اسامه حسني بيقول لك احد المحبين والعاشقين للنادي الاهلي من اللي بيكتبوا اشعار يعني شعراء، كاتب ان اهداف كريم الدبيس اهداف دبابيس، يعني ان هدف النهارده يعني هدف جميل جدا الكابتن اسامه بيشيد بيها. يا كريم حبيب قلبي يا كابتن اسامه بشكره طبعا جدا وربنا يخليه طبعا. اشكرك يا كريم ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. حبيبي مستمرين معاك يا كابتن اسامه، بينضم لنا واحد من النجوم اللي بنراهن عليها في كره القدم المصريه وقلب يعني خط دفاع منتخب مصر والمنتخب الاولمبي عبد الرحمن رشدان. رشدان مبروك الظهور الاول ليك مع النادي الاهلي، مبروك يعني اول مباراه رسميه ليك مع بقميص النادي الاهلي، النهارده احلام كتير بتحققها على ارض الواقع النهارده عبد الرحمن. طبعا اول حاجه الحمد لله على المكسب والحمد لله على الاداء، وسلامي طبعا لضيوف الاستاديو. طبعا كابتن عادل السلام لكابتن عادل وكابتن محمد تيامه والكابتن حشيش. طبعا اول ظهور ليا بتيشيرت النادي الاهلي طبعا دي حاجه كبيره قوي، تيشيرت النادي الاهلي مش زي اي تيشيرت، والحمد لله يعني اديت كويس، وكابتن شرف دخلنا في الفرقه بسرعه وادانا الثقه في الماتش، والحمد لله يعني ادينا الحمد لله. عبد الرحمن حلم ارتداء قميص النادي الاهلي، وانا عارف ان هو من زمان يعني بالمناسبه كابتن اسامه عبد الرحمن بدايته كانت في نادي المقاولون العرب. عبد الرحمن كان حلم كبير جدا انك تلبس قميص النادي الاهلي، النهارده بتحقق حلمك. طبعا النادي الاهلي من اكبر الانديه في افريقيا، وتيشيرت النادي الاهلي زي ما قلت لك مش زي اي تيشيرت نادي، وكان حلم طبعا ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي والعب في نادي الاهلي طبعا، وان شاء الله الفتره الجايه قريب جدا اكون في الفريق الاول كمان ان شاء الله. عايز اسالك على المسؤولين هنا في قطاع الناشئين، كابتن خالد بيبو كابتن محمد شرف المدير الفني، اتكلموا معاك في ايه؟ يعني انا عارف ان اول تدريباتك على انضمامك كانت في قطاع الناشئين، الكابتن خالد بيبو قعد معاك، ايه الكلام اللي قاله لك؟ ده والله اول ما جيت والله الناس كلها رحبت بيا، كابتن خالد بيبو وكابتن شرف وكابتن احمد عبد الرؤوف طبعا، لان هو كان فرود عندنا في دجله فعارفني اصلا، فكلهم والله ناس على اعلى مستوى ومحترمين جدا، وكلموني واتكلموا معايا واحد واحد،
وما حسسنيش ان انا لسه جديد في النادي، يعني انا حسيت ان انا بقالي كتير قوي هنا في النادي يعني. بس شكرا عبد الرحمن، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وتبقى اضافه قويه جدا سواء لقطاع ناشئين النادي الاهلي او الفريق الاول. حبيبي تسلم، شكرا حبيبي. مستمرين معاك يا كابتن اسامه، واحد من اللعيبه اللي دايما بنقول عليها مستقبل للنادي الاهلي وبيطمنا على مستقبل النادي الاهلي في حراسه المرمى، مصطفى مخلوف اللي قدم مباراه كبيره النهارده. مصطفى تحيات الكابتن اسامه حسني، كابتن عادل طعيمه، كابتن محمد حشيش، مبروك على ادائك النهارده، مبروك على الفوز والحفاظ على نظافه الشباك النهارده، ثلاث نقاط مستحقه النهارده مصطفى. طبعا الحمد لله على الثلاثه بونت، وحابب ارحب بالحضور اللي في الاستوديو كابتن اسامه والناس اللي معاه، والحمد لله على الثلاثه بونت، وان شاء الله اللي جاي كله خير ان شاء الله. مصطفى يعني كل اللي يعني التصديات اللي اتعاملت فيها معاه في المباراه، قلت فيها ايه النهارده الكابتن خالد كلمك فيها ايه؟ تعاملك مع هذه يعني الالعاب اللي كانت مهمه جدا وكانت نقاط مؤثره في هذه المباراه. طبعا كابتن خالد بالحاجات اللي احنا شلناها النهارده ديت، كابتن خالد معلمنا على كل حاجه، في كل التمرينات اللي بنعملها كابتن خالد بيبقى معانا على اعلى مستوى الحمد لله، اللي هو المتواجد معانا، وكل اللي بيحصل في التمرين بيحصل النهارده في الماتش. كابتن محمد حشيش بيقول مصطفى مخلوف هو امتداد للشناوي، مع وجودك مع مصطفى شوبير، مع علي لطفي، مع حمزه علاء، امتداد كبير جدا لمحمد الشناوي في النادي الاهلي. طبعا انا وجودي مع الدرجه الاولى بتعلم من كابتن الشناوي وكابتن علي لطفي وكابتن شوبير وحمزه كمان، بتعلم منهم كل ما بطلع فوق مع كباتن. اخيرا يعني احلامك وطموحاتك الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي يا مصطفى؟ ان شاء الله ابقى متواجد مع الدرجه الاولى ان شاء الله في اقرب وقت. شكرا يا مصطفى وبالتوفيق دايما. كابتن اسامه، ده كان لقاءنا طبعا مع لعيب النادي الاهلي واللاعب مصطفى مخلوف. انا طبعا بينضم لي في هذه الاثناء الكابتن محمد شرف، كابتن محمد شرف المدير الفني للفريق. كابتن محمد تحياتي الكابتن اسامه، كابتن عادل طعيمه، كابتن محمد حشيش. انا عارف ان يعني من محبين طبعا للكابتن عادل طعيمه والكابتن حشيش طبعا كباتننا الكبار، بيباركوا لك النهارده على الاداء، بيباركوا لك على اسلوب اللعب وطريقه اللعب وتغييره اللعب اكتر من مره. خلينا في البدايه نتكلم على المباراه والفوز المستحق النهارده. يعني طبعا برحب كابتن اسامه طبعا وكابتني يعني مدربي طبعا كابتن عادل طعيمه، عديت معاه يعني سنه من احسن ما يكون، هو كان ماسك ال 19 وال 21 وانا كنت معاه 17 سنه، لعبت الثلاث بطولات وخدتهم معايا. كابتن حشيش اخويا واخويا الكبير اللي بتعلم منه، مبسوط جدا بالاستوديو وبالشخصيات الجميله اللي هم يعني حتى لو في اي حاجه في الكوره احنا بنتعلم منهم، ودايما هم على فكره على تواصل معايا على طول، وبنتكلم بحب اتكلم معاهم في الكوره الحقيقه. كابتن محمد، النهارده بتدفع باثنين لعيبه منضمين للنادي الاهلي سواء كريم الدبيس او سواء عبد الرحمن رجان، بتبقى جراه وثقه انت اديتها للعيبه، يعني طبعا اتمرنوا مع الفريق حوالي خمس تدريبات او ست تدريبات. اكيد طبعا، ما هو في لعيبه بتجبرك، يعني انت معاك لعيبه 30 لعيب على مستوى متقارب، مستوى عالي جدا، لكن بيجي لك نوعيه لعيب مميز، لعيب عنده شخصيه، لعيب ما بيخافش، رشدان وكريم الدبيسي يعني من اللعيبه المختلفين. بتمنى لهم طبعا التوفيق في وسط اخواتهم، ودي ميزه النادي الاهلي اللي بيجي من بره كانه مولود في النادي. انا دلوقتي معايا 30 لعيب، 30 قريبين من بعض، الاداء اللي كويس هيلعب كل اسبوع، واللي هيفيدنا كل ماتش برجالته، لكن احنا اشتغلنا كتير الفتره دي وتعبنا شويه في تحفيظ طريقه اللعب 3 4 3 4 2 3 1، ويمكن بغير كتير في الماتش لان بيجي علينا اجواء. انت بتشتغل مع يعني انا الجيل اللي معايا بيشتغل معايا ومع الكابتن محمود جابر في، وبعدين منتخب اولمبي، وبعدين درجه اولى، فانت لازم يبقى عندهم الثقافه بتاعه اللعب في كذا طريقه. كابتن عادل طعيمه قال نقطه مهمه جدا، قال انا بشيد بالكابتن شرف في تبديلاته اللي صنعت الفرق في الشوط الثاني، الاداء افضل في الشوط الثاني لعب، والكابتن شرف واحد من المدربين اللي بياكد دايما على اللعبه من لمسه واحده. دي نقاط مهمه جدا نتكلم فيها كباتننا طبعا في الاستوديو التحليلي. اكيد طبعا، انا المبدا معاهم مع اللعيبه دايما هتبتدي صح هتنهي صح، ما ينفعش ان انا ابتدي بطريقه عشوائيه طويله، انا ما بحبش اللعب الطويل غير لما بتبقى مزنوق او الامان في المدافعين. الريتم ابتدى يبقى في ايدينا شويه الشوط الثاني. بحيي فرقه بتروجيت، فرقه محترمه جدا، وكابتن ياسر رجب من اخواتنا اللي كانوا موجودين هنا معانا سنين طويله، عامل طفره، وادائهم الحقيقه اداء فرقه محترمه، ما تحسش ان هي ممتاز بيه او فرقه اقل، ادائهم محترم جدا. يمكن احنا الظروف خدمتنا في الماتش ان احنا
اللي هو الفرق اللي دايما بدور عليه، ان لعيب النادي الاهلي لما بيوصل لازم يفنش، غير اللعيب التاني اللي بيوصل بيبقى اقل شويه في بيبقى عنده يعني حافز وعايز يعمل ماتش جامد جدا، لكن الاختلاف في كواليتي بتاع لعيب النادي الاهلي. اشكرك يا كابتن شرف واتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ومبارك لك مع نهايه الموسم ان شاء الله بالتتويج بالبطوله. ان شاء الله باذن الله، ده هدفنا من اول السنه ان شاء الله باذن الله، عشان يبصوا لك في الفريق الاول او منتخب او لازم البطوله نمره واحد ان شاء الله باذن الله. نبارك لكل اللي موجودين ان شاء الله في النهايه باذن الله البطوله في الاهلي ان شاء الله. شكرا. كابتن اسامه، طبعا ده كان لقاءاتنا مع الكابتن محمد شرف ولاعيب النادي الاهلي مواليد 2003 بعد الفوز على فريق بتروجيت بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. مبروك يا كابتن اسامه، نتمنى له التوفيق طبعا واستكمال مشوارهم نحو البطوله باذن الله. من جديد تعود الكلمه للكابتن اسامه حسني وضيوفي الكرام. واحنا بنشكرك يا فاروق على اللقاءات المتميزه ودايما متالق كعادتك. بنشكر زميلنا فاروق صلاح.